متابعي طقس العرب في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرة هنا كالعادة بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة السحور. درجة الحرارة 25 درجة مئوية مع تفرق بعض الغيوم، الملموسة 24، الرطوبة 15%، أما الرياح تكون بين الخفيفة ومعتدلة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي مناطق المملكة. اليوم الخميس نبدأ بالمنطقة الشمالية، طقس مستقر، سكاكا 32 إلى 22، عرعر 31 إلى 19، تبوك 31 إلى 19. المنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة، طقس صافي 35 إلى 21، جدة 36 إلى 24، مكة المكرمة 38 إلى 26، الطائف 29 إلى 17. أما المنطقة الجنوبية الغربية زخات رعدية من الأمطار في أبها 26 إلى 18، الباحة 26 إلى 20، جازان 35 إلى 30. المنطقة الشرقية زخات رعدية من الأمطار متوقعة في كل من الدمام والإحساء. أما حفر الباطن والتفرق لبعض الغيوم 33 إلى 22، الدمام 35 إلى 26، الإحساء 37 إلى 25. بالنسبة للمنطقة الوسطى الرياض طقس مغبر 37 إلى 25، بريدة 32 إلى 21، حائل 29 إلى 19. إلى اللقاء.